أذربيجان. كانت أذربيجان زمن صدور النصوص الشريفة عن الأئمة عليهم السلام تضم جمهورية أذربيجان الحالية ومحافظة أذربيجان في شمال إيران. تحدث المعصوم عليه السلام عن وقوع حدث عظيم في أذربيجان قبل ظهور الإمام المهدي بقليل، عبر عنه بالنار. عن أبي بصير عن الإمام الصادق عن الإمام الباقر عليهما السلام: لابد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء، وإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم والبدوا ما ألبدنا، فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا، والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد، وقال: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. الأخبار الصادرة عن المعصوم عليه السلام في أحوال تلك المناطق كثيرة، يظهر منها أنها ستشهد أحداثا كثيرة في الفترة المقاربة للظهور الشريف، عبر عن بعضها بالفتن. تحدث أهل البيت عليهم السلام في أحاديثهم الشريفة عن نوعية تلك الفتن، وبينوا في المقابل الطرق التي يمكن للفرد الموالي من خلالها أن ينجو بنفسه ودينه منها. أما عن طريقة تجنب هذه الفتن فيكون بالترقب والانتظار والتمسك بالمرجعية والالتفاف حول العلماء الربانيين وتكرار الدعاء المعروف بدعاء الغريق. قال الإمام الصادق عليه السلام: ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى، لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.